سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي وان ديالنا السلام عليكم مرحبا بكم جماعتنا جبوه انتما كتشوفوا انا بطلوا واليوم ان شاء الله في البير رقم 102 الله يقبل عمل المحسنين غيستافد فيه الناس ديال المدرسه والدراري الصغار يلقاو الماء والله يقبل عمل المحسنين كرام الوجوه لكم تزدهي احرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد اطل وسعد اطل تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي احرفي والجمال بقاعة الماء كل شيء حي نشكر جمعية نجيبة بهولندا التي جهزت البئر رقم 102 بمدرسة دار أميرة القديمة وزودته بالمياه المائية ولوازمها وخزان مائي وسخان مائي بالغاز اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم واجعلها صدقة جارية عليهم وعلى آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم إلى يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أحيوا هذه الأشجار اللهم احي قلوبهم للإيمان واجعلهم في أعلى عليين في الدنيا والآخرة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم بسم وبركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفرحة عمر وسعد اطل هلا مرحبا يا كي